يا ربي، هي كيف وصلت لهون؟ وكيف عرفت عنوان شغلي؟ أنا لازم بعدها من هون لأنه رح أوقع بمشكلة إذا ضلت. وجدان شو جابه؟ ايه صح، نحنا على اساس كنا نتغدى مع بعض. وقف، اسمعني، شايف هديك البنت لابسه قميص زهري؟ بدي تروح تقلها اني مشغول باجتماع وما فيني اتغدى معها. روح. انت غريب يا استاذ. ليش يا استاذ، هي ما بتكون مرتاح؟ هلا ساوي اللي عم اقول لك عليه بسرعه، خلصني. روح. لحظه شوي مدام. عفوا، في رساله من السيد بيان الي. هو ما في يتغدى اليوم معي. ليش؟ شوفي مدام، لأنه هلأ هو باجتماع. هاد مو عدل، على الأقل يطلع يحاكيني أو يبعث لي رسالة. طيب أنا رح تقل. حتى ما عم يرد على اتصالي، لهالدرجة مشغول. ماشي خلص رح امشي، بس لو سمحت معلش تعطيه هدول مشان يتغدى. اكيد مدام.